طبعا زي ما انتم شايفين وعارفين اللي حصل في السنين الأخيرة أو في حياتنا إحنا في الجيل بتاعنا مختلف تماما عن الجيل اللي قبلنا، مختلفين عن الجيل اللي قبلنا. حاجة مهمة أوي تختلف من جيل لجيل، إيه هي؟ البساطة. البساطة بتروح، يعني تلاقوا جدودنا والناس الكبار الحنين بتوعنا كانوا أبسط مننا بكتير، مش معقدين، احنا عمالين نزداد عقيدة. وبقى كل واحد دماغه فيها كمبيوتر بايظ، تقول له صباح الخير يقعد يفكر صباح الخير دي حلوة ولا وحشة، وقايلها لي وهو الابتسامة بتاعته صفرة ولا ملونة ألوان تانية، وبيقول لها من تحت درسه ولا من فوق درسه، وتفضل تفكر تفكر في الأغلب لا ده ما بيحبنيش، ده بيقولها وخلاص. يا راجل يقول لك ازيك صباح الخير، قول صباح الخير وخلاص. لكن هو احنا بقينا مش سهلين زي زمان، مش سهلين. الناس زمان كانت سهلة، والبساطة بتاعتهم كانت باينة أوي وواضحة أوي، وعشان كده كان سهل أوي يدخلوا السماء. المسيح رب لهم مجد قال: إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا، لن تدخلوا ملكوت السماوات. تخيلوا إن خلاها شرط، ومش الأطفال بتوع اليومين دول، هو إذا كان بيتكلم على الأطفال بتوع اليومين دول. ممكن يكون يعني ممكن البيبيهات، ممكن هم دول اللي بسط لغاية دلوقتي الأطفال اللي هم لسه بيبيهات. لكن إيه السبب بقى؟ إيه السبب؟ الدنيا، الدنيا عندنا بقت معقدة كتير قوي. لكن الناس زمان هل في وسطينا الناس بسطة؟ في وسطينا الناس بسطة ومثقفين ومتعلمين ومتعلمين كويس قوي، لكن تلاقيهم مرعوبة براءة أطفال. إيه هو الفرق بين البسيط وغير البسيط؟ البسيط قلبه بيفكر في علاقته بربنا بس، مش بيفكر بعلاقته بالناس. يعني ايه؟ الناس كلهم فاهمين حلوين، ولاد حلال طيبين، ما بيشوفش منهم الحاجات الوحشه. لكن اللي مش بسيط بتلاقيه يركز قوي في الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي فعلا وحشه في الناس، او بيدور على الوحش في الناس بيفكر فيه. زي ما كنت بحكي مع ابونا بقول له الناس القديسين اللي سبقونا كانوا طيبين قوي وبسط جدا، وبساطتهم كانت يعني الواحد يقف قدامها يتعجب كده. من الحاجات الحلوه قوي اللي انا شفتها سواء بره الدير او جوه الدير، نمسك الاول جوه الدير قد ايه البساطه ممكن توصل للسما. كان في عندنا ابونا زمان كده قالت تولعت، احنا ما كانش عندنا ميه، وكنا بنروح نجيب الميه بصفحتين عصايه كده وصفحتين من عين الميه. وانتوا لو حد فيكم زار أمل تونس البحر الاحمر يعرف ان عين الميه بعيده شويه عن المكان اللي احنا فيه الاليه. فيظهر وكان عندنا كل حاجه بالحرب، ما كانش في حاجه الا كل حاجه مولعه، يعني لازم نولع فيها وكده. وما كانش في عندنا غاز ولا بوتاجاز ولا كان عندنا كهرباء، يعني بسط، الدنيا بسيطة خالص. وكنا نولع مكنة الكهرباء دي لما يجينا ضيوف، بس يعني ضيوف ننور لهم النور، وهم ايه ساعتين والمكنة بالعافية تشتغل بالمنافلة. لو تفكروا المنافلة نفضل نشد فيها نشد نشد، وربنا يستر ايه ما تجرش من غير ما نطلع الدراع، يعني الدراع كان تقيل جدا حديد، كذا مره ما نلحقوش فالمكنه تاخده وتلف بيه وتلف بيه وتكسر اي حاجه تنطره، اللي يتكسر يتكسر. فأول ما يظهر راح يجيب ميه فالنار ولعت في الآلية، احنا ما كانش عندنا ميه، فقعدنا نجيب تراب، واحنا اتنين تلاته ربان صغيرين نجيب تراب ونرش على النار عشان تختفي، مش عايز تختفي، ونجيب اطباق ونملى ميه كده من القنايه بتاعه الزرع ونرش على طبعا هتختفي ازاي؟ مش عايز تختفي.
كل شوية ربنا جه بالعصاية مع صبيحتين، فأنا بسرعة هات يا أبونا هات المية بسرعة هات المية عشان نطفي النار. قال لي يا سلام يا أخوي، يعني أنا أتعب وأشيلها من عيني المية وأنت عارف إنه قال لي كده. قلت له أظن الأداة بتاعتك مولعة. قال طب أنتوا مالكوا؟ نعم. طب الدين كله هيولع يا أبونا. طب أنتوا مالكوا؟ هم مين مالكوا؟ أبوك أنطونيوس أنظر لك. أنا كنت لسه صغير لسه متراجل كبير مش فاهم حاجة. قلت له أنطونيوس وطعم طفل. قال لي اسكت كده وأنت خايف مش فاهم حاجة ارجع لي جنب. وراح بص لفوق كده قال له يا أبونا أنطونيوس تفتكر هيفرق معانا يعني إنك تولع الدين ولا تطفيه؟ مش هيفرق. الدين ده بتاعك واسمك عليه، عاوز تولعه ولعه، عاوز تطفيه يبقى سامح تطفيه دلوقتي. عارفين لما تجيبوا شمعة وتنفخوا فيها أو في حد من فوق نفخ راحة النار نازلة قدامنا، فاحنا وقفنا ايه مغمورين وفاتحين ايه مش مصدقين اللي بيحصل يعني. فهو بص لنا كده قال مالكوا واقفين كده ليه؟ ما تخش تنضفوا القلاية اللي انتوا وسختوها عشان احنا ربنا خراب وقيمة، فكان لازم ننضف مكان ما هو عملناه. فببساطة إيمان كلم أم أنطونيوس كأنه واحد صاحبه وخلاه يطفي النار. طبعا هي بقت مشكلة إن أنا اتعلمت منه كده وأنا مش زيه في نفس المستوى، فنيلتها خالص يعني. يعني كانت مشكلتي إن أنا ما بعرفش قوي في حكاية الحطب والبتاع، فكل شوية أعمل حريقة في الدير بس، وصاحي الرمبان من نص الليل عشان يطفوا معايا وكده. لكن جيت في مرة بعمل اللي عاوز يولع الفرن، الفرن مش هيطلع خالص يعني. فقعدت اتمشى في الدنيا اشوف ايه اللي ممكن يولع بسرعه. لقيت احنا كنا بنعصر الزيتون في الوقت ده، فبقايا الزيتون بتبقى بلوكات كده يعني كتل، لكن هي الكتل دي كلها زيت. طبعا انا ما عنديش فكره عن حاجه، انا في لالا لاند يعني. فرحت واخد واحده منهم وحطيتها في النار، بقت ولع ولع يعني لدرجه ان راح الفرن اتقسم نصين والنار مسكت في السقف ولعته كله، ولعت الاوضه واللي ولعت السقف اللي جنبه والاوضه اللي جنبها. وانا واقف بعيد كده قلت له عم تونس ما انصحش دي تالت ليله ورا بعض اعمل حريقه يعني. فعشان خاطري طفي النار التلات مرات، ما انا شفتك قبل كده بتطفيه بتطفيه. لا فعلا ايه مطفيها، بس كانت كانت لها اوضه ونص ولا شويه. المشكله هعمل القربان ازاي؟ فقلت هجيب طوبتين واحط عليهم صفيحه كده، اي صفيحه وشويه فحم تحتيهم ولا حطب، وايه بعمل قربان قربان. رحت اجيب القربان لقيته استوى تمام مكانه، عشان الاوضه الاوضتين كانوا مولعين حواليه فطبقوا فوق. استوى هو مكانه، فقلت كويس اشكر ربنا. رحت والله حط في الكنيسه وبتاع. الابهات في اخر القداس بيقولوا لي يا ابونا القربان النهارده انت مسويه تمام. قلت لهم طبعا انا مولع لكم في اوضتين لو عاوزين كل يوم اعمل كده ما عنديش مشكله في حاجه. ومرة تانية برضو ايه جبت رايق بقيت قديم بقى وعندي وعندي رمان كتير صغيرين، فجبت واحد كده قلت له لم لم الحاجات اللي في وسط الزرع دي الخشب الصغير بتاع، فلمه كله وما تفهمش احنا اخترنا المكان ده ليه؟ حظ. قلت له ولعهم بقى. قال لي وانا في وسط الجنينه؟ قلت له ما يهمكش ما انا شجر بعيد. اتاري الحته اللي احنا واقفين فيها ده حطينا حطب فيها تحتيها بير فحم واحنا ما نعرفش يعني، ما حدش قال لنا وسط جنينه. احنا ولعنا شويه الحطب وكان اللهيب ولا اتون النار، مسك في النخل من فوق وشبر الزيتون من فوقيه والدنيا ولعت بطريقه زي النار، الهواء عمال يزق بقى النار. ابونا كان يرم عليه يعني صغير،
فقلت له ما يهمكش ما يهمكش، انا بولع كتير يعني ايه نركع ونصلي. هنا قلت له ده في حد هيقدر يطفي النخله اللي فوق دي؟ ما حدش. نركع ونصلي، اركع وصلي، اما ما تقولش هينقذنا. وفعلا ركعنا وصلينا، وقلت له ما تفتحش عينيك لغايه ما اقول لك. وقعدنا نصلي مغمضين عينينا علشان عم بنطلع يسير في النار، وفعلا فتحنا عينينا لقينا كلنا نتفق. ولغايه النهارده تبص في النخله فوق حته فيها محروقه اللي هي كانت مكان الحريقه كانت موجوده. فهو طبعا انا بقول ليه ما بنعمل كده؟ لان شفنا كده، استلمنا من الغلط اللي قبلنا كده. وكان الاباط اللي قبلنا فعلا في منتهى البساطه زي ما بقول لكم مره كده، احنا عندنا جسد اما مرقس الانطون، وانا كنت لسه ما اتعلمتش الاستعمال يعني. فقعدت في الدير ولقيت في حريقه في كنيسه الاما مرقس ميه خالص الساعه 1 بالليل. طلعت اجري على ابونا من الاباط اللي هم قايلين لي ده يبقى مسؤول عنك. ابونا 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 افتح افتح. خرجت من جوه، في ايه يا ولد؟ قلت له كنيسه الاما مرقس معلع. قال لي لا يا ولدي ده نور اما مرقس عشان عيده بعد يومين. روح نام. نعم انام حتى لو نور انام. فرحت كده سحبت عشان اشوف هو نور ولا نار. فعلا لقيته نور قوي جدا حوالين الكنيسه، عامل بالليل في الضلمه القعر عامل زي النار اللي طالعه لغايه السماء فوق. لكن ابهات ولا في حد اتحرك، كلهم عارفين ان الكنيسه منوره وما فيش اي حاجه خالص ولا كان في حاجه حصلت. وده يورينا قد ايه هم كانوا على مستوى عالي جدا مع القديسين، يعني مش فارق معاهم. ونفس الحكايه دي حصلت مش عندنا بس، كان واحد اسمه ابونا ابراهيم الامبرشوري اللي هو كاتب كتاب قاموس الايات تقريبا زمان قوي، كان من الناس المتوحدين القديسين، وكان راجل حلو قوي يعني، وكان صح صديق قوي للامبرشوري القديس يعني. فواحد من الرهبان على ايامه يعني في الخمسينات الستينات يمكن، قال يعني ايه جسد امبرشوري سليم؟ انتوا عارفين زمان الامور بتاعت امبرشوري دي ما كانش عليها غطا. ولو تفتكروا في تاريخ الكنيسه كان في الصندوق بتاع امبرشوري فتحه وهو بيطلع ايديه يسلم على الناس امبرشوري نفسه. ولما جاله حاكم كان بيأذي المسيحيين وما بيحبهمش بيسلم عليه وما رضيش يطلع ايديه ويسلم عليه. فكانت مشكله، فراحوا الابهات حاطين صفيحه بمسامير حوالين الفتحه دي علشان محدش يسلم ولا اما شو يسلم على حد يعني. وتلف الايام لغايه الستينات اللي احنا فيها دي يعني في البيت بتاعنا. ده من الرهبان الصغيرين قال يعني ايه اما شو جسمه سليم؟ دي حاجه مش طبيعيه. فدخل الكنيسه وجاب شاكوش كده بعجله وفتح الصفيحه وحط ايديه جوه. حتى ايديه جوه لقى صدر امبرشوري، وحط ايديه على ايديه وعلى دقنه وعلى وشه كانه نايم بالظبط. وهو عمال يحط ايديه على كل حته جسم امبرشوري، وبعدين جسمه اشعر قال لا ده فعلا ده كانه نايم بجد. فجاي يطلع ايديه راح امبرشوري مسكه. وطبعا تخيل بقى واحد من قرن 15 ماسك. فالراهب يسابق الاخوير بالصوت. وجم الرهبان كلهم فتحوا الكنيسه لقيوا ايديه جوه وامبرشوري ماسكه. ويتحايلوا على امبرشوري عشان خاطرنا طلع ايدين الراهب، سيبوا يا امبرشوري، امبرشوري مش عاوز يطلع ايديه. فين بقى؟ قالوا نقول لمين؟ لابونا ابراهيم صاحب الامبرشوري. فخبطوا على ابونا ابراهيم يقول لك وهو جوه قال لهم كسفتونا مع القديسين، كسفتونا مش طالع. يا ابونا الراجل هيجي له هارت اتاك، هيموت يا ابونا، ده بيعمل على روحه دلوقتي، تعالى اتجوز. قال لك لا مش طالع. قعد يتحايل عليه الابهات لغايه ما طلع وراح خبط على جسم الامبرشوري وقال له يا امبرشوري عشان خاطر يسيب ايديا. فامبرشوري ما سابش ايديا. فقال له ما تنساش يا امبرشوري ان انا امص
راح ساب ايدي على طول احتراما للكهنة فايه قد ايه كانت الناس دول عشريين كده مع القديسين وحبايبهم يعني ويعرفوهم كانهم صحاب. احنا ليه؟ احنا طبعا مش محتاجين معجزات. يعني احنا مش بقول لكم كده عشان نبقى عاوزين نشوف معجزات. لان المعجزه ما تجيبش ايمان، لكن الايمان يجيب معجزه. اديكم مثلا على الكلام اللي بقوله ازاي المعجزه ما تجيبش ايمان. عارفين كل سنه بيطلع النور من القبر المقدس. كل سنه بيطلع منين؟ في اورشليم في القبر المقدس. مين اللي بيبقى واقف يفتش البطرق بتاع الروم اللي داخل يجيب النور؟ يهود ومسلمين. واحد اثنين يهود واثنين مسلمين. امنوا؟ ما امنوش. يشوفوا النور كل سنه، امن اليوم؟ ما امنوش ولا يامن. كم واحد شاف العذراء في الزيتون من المسلمين؟ ملايين. امنوا؟ ما امنوش. كم واحد من غير المسيحيين ربنا عمل معاهم معجزات؟ سواء العذراء او بارتيموس بالذات. كتير. امنوا؟ فالمعجزة ما تجيبش إيمان، لكن الإيمان يجيب معجزة. لو أنا عندي إيمان، الإيمان يجيب المعجزة. ومش أي إيمان، الإيمان البسيط، الإيمان اللي هو يؤمن أن ربنا هو اللي بيعمل الصح لينا. الإيمان اللي واحد يقول لربنا كده لتكن مشيئتك، لتكن مشيئتك. عجبني قوي حد كده لسه مقابله ابنه بعيد عنكم كلكم، عنده 13 سنه وجايله كانسر في حته وحشه جدا، ويعني عجبني ايمانه لتكن مشيئه الله، لتكن مشيئه الله اللي عاوزه ربنا يعمله. طبعا ان اب يقول كده دي متعبه جدا، لكن هو كان مثلا لربنا، وانا متاكد ان ربنا هينظر الى ما زلت به. ف زي ما بقول لكم كان في حتى ناس من زمان قوي، يعني مش ابهات بس. يمكن انا حكيت لكم قبل كده على ابونا تدرس الانطوني، مش كده؟ اللي هو تلميذ ابونا يوسف. ابونا يوسف الانطوني اللي هو اسمه الراهب الصامت لو تفتكروه، ده كان قديس مشهور، تلميذه كان ابونا تدرس. كان ابونا تدرس برضه صار راهب قديس طيب قوي 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 قوي، يعني ما عندكمش فكره في الطيبه والبساطه، بس زي كانه طفل وهو راجل كبير. وعشان كده كان ممكن يعمل معجزه وهو مش واخد باله. من البساطه بتاعته هو ما كانش فارق مع اي حاجه. فحد جاب له خلاط وعلموه عشان هو بيقدر، كان عنده كانسر في بطنه، بس هو عمره ما راح للدكتور يعني، كان عشان ياخده للدكتور بنشف رهيب بالعافيه. فخدوا له خلاط، فعلموه ازاي يشغل الخلاط. فانا دخلت اكل معاه، لقيته بياكل عجينه شكلها وحش قوي. قلت له ايه ده؟ قال لي اكل الضيف، اكل الضيف كله في الخلاط، كله في الخلاط. قلت له هو الاكل كان ايه النهارده؟ قال لي عدس. قلت له لا ده مش عدس. قال لي لا عدس وسمكتين وموز وبرتقالتين. حط لهم كلهم في الخلاط. عمال ياكل. قلت له ابونا ما ينفعش كده، لازم كل نوع لوحده. قال لي صحيح. قلت له اه ما ينفعش تحط، هو تحط السمك في الخلاط؟ قال لي ما انا شلت الشوك. قلت له لا، حتى لو شلت الشوك ما فيش حاجه تحط في الخلاط كده، كل نوع لوحده لو سمحت. قال لي حاضر. وقعد شويه وهو بياكل بيقول لي ابونا هو الاكل لما بيخش بطننا كل نوع بيروح في اتجاه؟ قلت له لا كله بيتلخبط جوه. قال لي لا، طب لا ده ما يتلخبط جوه ما لخبطوش لي بره. ممكن بقى ده ليك حق يعني، عاوز تلخبطه دلوقتي. فهم كانوا بسطة قوي لدرجه انهم بالنسبه لهم الدنيا بسيطه. ابونا ده في مره جاله يزوره سفير اوروبي فخم جدا، بس كاتب اسمه في ورقه وعاوز يشوفه. فالمهم ايه؟ السفير قلنا لو انا تدرس في سفير عاوز يقابلك. قال ايه؟ غفير؟ نقول له لا سفير. قال يعني ايه سفير؟ غفير. نحاول نفهمه الفرق بين السفير والغفير، ما فيش.
فقلنا له غفير بس اجنبي تعالى ابويا فجاي قال ودوه الكنيسه. هنا الكنيسه ما فيهاش كراسي والدرج المهم هو غفير بس مهم يعني. قال لا ودوه الكنيسه خلاص. فوديناه الكنيسه فجاي قال في الكنيسه بقى طبعا سفير بيجروا كده واقف بيجروا ف بيجروا جاي قبله وجرى وراه مخده معفنه اللي هي بينام عليها اصلا يعني وفي ايده حته كرتونه وراح قابل السفير وقال له انت كفير؟ فاحنا قلنا له بيسالك بيقول لك انت الامباسدور انت اريز الامباسدور ما قدرناش نترجم بالظبط يعني. فراح قال له يس يس راح مديله الكرتونه وقال له خد دي انا هنام وانت تهويني. ابونا ده ما ينفعش يهوي لك خالص. فالاحباط اللي معاه واحد قال له ابونا ما ينفعش انا ههوي لك. قال له لا قمص قمص. الثاني قال له وانا ههوي لك. قال له قص قص قص. ايوه قص وقمص بس الراجل ده سفير يعني. قال حتى لو كان ملك هو في حد اعلى من الكهنوت. فعشان كده هو ما خدش كهنوت باي ذا واي. هو ابونا يسطس بره ما رضيش ياخد الكهنوت. قال لك الكهنوت ده حاجه كبيره قوي ما نستاهلهاش. فالمهم طبعا مشكله كبيره وعمال يتحايل عليه عشان خاطرنا ابونا ما تحرمناش مع الراجل ابونا. المهم السفير لا لا نعمل كده. قال ممكن تقولوا بتاع بتشد بتشد معاه ليه؟ ما تقولوا لك عايزك تهويه. فبص ما فيش حاجه عايزك تهويه. قال يعني ايه؟ قال له لا ده ايجيبشن تكنيك. يعني قال ازاي يعني؟ قلت قال له ابدا تمسك كرتون او تركع جنبه وتعمل كده ده تكنيك اسمه يهوي. فراح قال ايه؟ او يدو وتفري هعمل اي حاجه هو عاوزها. بجد؟ حتى قلت قلنا لابونا يقفل الباب الكنيسه عشان فضايح بس ابونا نايم فاتح جناحاته والراجل عمال يهوي يعني دي لو طلعت خلاله بس. والراجل يهوي وطبعا مع الحر بتاع الليل في اغسطس الراجل كان بيشر عرق بيموت هو. فكل ما يتوقف ابونا يفتح عينيه يقول هوي وشغال بس عارف الكلمه فقعد يهوي لغايه ما الراجل كان قرب يتنيح. ابونا قام وخد المخده المعفنه دي وخد الكرتونه من ايد الراجل وقال له بالعربي انت راجل طيب ومتواضع يا صاحبي هيجيب بيبي وتسميه جون وسابه ومشي. فايه احنا فهمنا السفير اللي هو قاله بالانجلش يعني. فراح قعد يتنطط ومبسوط جدا مش ممكن انا مش مصدق ايه؟ قال انا جاي مخصوص عشان الحكايه دي. انا بقى لي 13 سنه ما عنديش اطفال وكنت هتبنى طفل. واحده في السفاره من الاقباط قالت لي مفيش داعي تتبنى فروح الاول لابونا فيدروس خليه يصلي لك واذا صلى لك انت هتجيب بيبي. وانا متاكد ان هجيب بيبي وفعلا جه هو البيبي بتاعه في السنة اللي بعديها جون زي ما كنا قالوا بالظبط. فهنا كان بسيط بساطة مش معقولة يعني. بس طبعا قالها هو تدرس ده ابونا عامل مع ماما وبابا وكده واحنا في البحر الاحمر في يعني في نفس اليوم مامتي عندها ميه على عينيها وبابايا عنده جلطه خضرا فمامتي من النوع اللي بتنفذ بسرعه وكان في زحمه كان هو قاعد عند المناره اللي هي بتاعت الجرس اللي قدام الكنيسه فالناس كتير كانت واقفه فهي ما كانتش عايزه تقف يعني. فاخويا الكبير قال لها تعالي بس ناخد بالك تابونا والناس كلها بتتكلم عنه وبتاع. فراح اول ما وصلت الراجل عنده راح ماسك تراب من الارض وحاكفه على عينيه على عينيه. فهي طبعا تنفذت جامد وضغطت في ابونا وقالش له يعني انا جاي اخد بركه وانت بتحددني بالتراب ده اسمه كلام مش عارف ايه وهو ما بيتكلمش قال لها امشي. فراحت طبعا غسلت عينيها واول ما غسلت عينيها حست ان هي شافت اخويا فما صدقتش نفسها من الموضوع ده.
فرجعت تاني عشان تكلم ابونا ما لقيتوش قاعد مكانه، قاعد تلف الدور كله سالت الاباء ربنا عليه، لا ده هو ما بيطلعش كل وقت يعني موجود في وقت معين وعلى حسب مزاجه هو بيجي يقعد في الحته دي. سالناه لغايه تاني يوم برضه عشان قبله ما فيش، فتاني يوم كنا المفروض نطلع الجبل الصبح، واللي احنا سمعناه ان هو مش من العاده ان هو بيصحى بدري قوي كده يقعد عند المنور. فكان المبيت الاول هو الدير. فبابايا كان بيتمشى فبيقول له ابونا صلي لي عشان رجلي وبتاع، قال له اطلع الجبل. بابايا ما كانش يقدر يمشي من هنا لغايه الباب ده يعني، كانت جلطه في رجله كبيره جدا. قال له طب ابونا ازاي اطلع الجبل وانا رجلي وجعان كده؟ انا بقول لك اطلع الجبل. فعلا يعني عنده ايمان ان هيحصل حاجه. بعد سنه العينه سنه العينه الجبل مسافته كبيره. فطلع الجبل ونزل لقينا مفيش حاجه في رجله. يعني في نفس اليوم الاثنين معجزه في واحد، ففعلا هو في يا ريت تبقى تديني اسمك وتليفونك عشان اظهرك. لا لا احكي لك بقى. فزي ما بقول لكم كنا من الصعيد من نجاده بلد الصوم والعباده، فكان بسيط قوي يعني الصعيد اللي في وسطينا ما يتضايقوش لان انا صعيد انا كمان. بس جاب واحد صعيدي من حلال قال لي اضربنا يا جوز هارون. فقال له لا هضربك ليه؟ قال له لازم تضرب. قال له اضربك ليه؟ قال له عشان اخد بركه. هي حاول يمين شمال الراجل صمم قال له ايه اضربني عشان اخد بركه. راح ابونا لف وقلم راح قال له واحد كمان راح مديله واحد كمان تحت الرحله كلنا كلها وانا يا ابو تسامون وانا يا خدوا يا جبين قلبي. المشكله مش فيهم هم بقى، المشكله في ابونا المفتكر ان هي دي الطريقه اللي تجيب لك بركه بقى. كل حد يجي له يلطش ونحاول نفهمه ما فيش بقى، اللي يجي ياخد بركه على طول. يا ابونا لو سمحت نرجوك نتوسع اليك، ما فيش عمال يلطش في الناس. قولي هم قالوا لي كده، هم قالوا لي كده ياخدوا بركه ياخدوا بركه. اه بس مش بالطريقه دي. في الاخر قلنا له طيب الجيزه وطالع لطش، الجيزه ونازل بلاش عشان ايه دول هيستحملوا دول مش هيستحملوا. ما فيش. هو بقى جاله مره واحد راجل يظهر غير كده وسندين ومسندين وبتاع صلي له يا ابونا راح دب على الكلى. الراجل صورة كان هيتنيح فيها واهله قعدوا يشتموا ابونا ويشتمونا وشالهم الدير اللي فيه وخدوا الراجل اللي هيموت ده وايه وطلعوا على الاتوبيس ومشوا. كان في حد بيصور وهو ابونا واقف والناس في وسط الناس يعني. فالراجل بيحمض الصور بالليل لقى ان ايد ابونا وهي على جنب الراجل مطلعه نور قوي جدا. فراح جري على بيتهم وقال لهم الحقوا ده انا لقيت في الصوره كذا كذا. قالوا له لا ده عم فلان جوه بيشرب شاي وعاوز ياكل اصدارتين وصحته بقت حلوه قوي ووشه ورد واحنا حاسين ان دي حلاوه الموت يعني حلاوه الروح. فخدوه تاني يوم المستشفى. المستشفى كتب تقرير غريب قوي وكاتبينه دكاتره مسلمين ان الراجل ده كان هيغير كلى فعلا، لكن احنا مش عارفين ايه اللي حصل. الكليتين شغالين وظائفهم 100% ما عندوش اي مشاكل في الكلى بسبب ان ابونا ضرب الراجل. مع ان لما بقول يا ابونا ليه ضربته بس مش احنا قلنا ما تضربش الناس، قال لي المجاني ده هيخف 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 وفعلا خف بعد كده. كان ابونا بيشحت من ناس كتير قوي. أنا لما حد يقول له جيب لك حاجة يقول له هات فلوس هات فلوس هات فلوس. وكان دايما ياخد من الناس فلوس. بس ما حدش كان يعرف إن كان قبل آخر الشهر بشوية كده لما يقول لي أبونا بيقول لي اقفل الآلات يبقى أنا عندي فلوس. الفلوس بالنسبة له ما كانتش تفرق كتير. لو هو فارق معاه يعني ما يعرفش الجنيه من المية ما يفرقهمش قوي من بعض. يعني هي فلوس كلها فلوس. فياخد الفلوس من الناس ويكعبشها كده يحطها تحت المرتبه في الجزمه في علبه الشاي اي حاجه يعني. ولما نيجي قبل اخر الشهر يقول لي ايه لا لم الفلوس لم الفلوس. اقعد ادور انا بقى ايه في الكراكيب عشان اطلع الفلوس لقيها معفنه كده وشكلها وحش قوي.
افردها واجيب مركبه واقعد اكل فيها حاجه واحده عشان الفلوس تاني يعني. وكان يجيب كميه ظروف كده ويحطها ويقول ويقعد يلعب في ده كده وهو بيبص في السقف يقول لي ام جرجس ام جرجس 200 جنيه فانا احط 200 جنيه واكتب عليه ام جرجس واقفل الظرف. ام فؤاد مزنوق شهادة 250 او حاطط 250 يقدر يقول اسماء 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 ولغايه ما الفلوس تخلص. عملها معايا مرتين يقول لك ايه اخر واحده ام كذا اديها 117.5 ده يبقى هم دول اللي فاضلين كان هو عددهم هو ما يعرفش الفلوس اصلا يعني. بس حكيت حاجه غريبه كده كنا فاكرين انه بيبعت الفلوس دي لحد لقرايبه لكن لما تنايع عرفنا من ارامل قريه محلها انه بيصرف عليهم اكثر من 40 سنه بيبعت لهم فلوس في السايب علشان الارامل دول يلاقوا حاجه يلاقوا يعني اكل وكده وكل الارامل دول اتبعوا ويبقوا عليه وقالوا انه هو كان بيصرف عليهم كل السنين فبسطته كانت زي ما بقول لكم عجيبه خالص لكن ال وكان جميل في البساطه بتاعته. جه في يوم من الايام دخل في غيبوبه في سنه 92 فلما دخل في غيبوبه انا اخذته انا وقريب تاني للمستشفى. في الطريق في المستشفى فتح عليه وقال لي ابونا بشوي انت رايح فين؟ قلت له المستشفى. قال لا لا مستشفى لا مستشفى لا ومش عاوز اروح المستشفى. فقلت له هنا ابونا الدكاتره مش وحشين دكاتره ولاد ربنا دكاتره ولاد ربنا مش يشفينا من خلالهم مش هم اللي بيخففوا لكن ربنا بيمد ايديه ويخففنا منهم يعني بيهم. فقال لي انا ما عنديش مشكله مع الدكاتره انا مش انا بصلي للطلبه تخش كليه الطب. قلت له اه. قال لي انا ما عنديش مشكله انا بس في اتفاقيه بيني وبين يسوع لو عاوزني عيان هفضل عيان لو عاوزني اخف هخف فلو سمحت ما تدخلش في الاتفاقيه دي. قلت له ابونا انت عارف ان انا المسؤول دلوقتي عشان سيدنا مش موجود. قال لي اه. قلت له يعني لو لفيت ورجعت وجرالك حاجه وحشه هفضل زعلان طول عمري وتعبان انت يا كده؟ قال لا 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 ما يرضينيش يعني انت لو ما خدتنيش لو ما خدتنيش المستشفى تفضل تعبان طول عمرك؟ قلت له اه. قال لي ولو خدتني المستشفى هفضل انا تعبان طول عمري؟ قلت له اه. قال لي طب انا عندي حل. قلت له ايه؟ قال لي ايه رايك اموت دلوقتي؟ قلت له يا سلام ده الحل؟ ده في ناس بتبقى عاوزه تموت بالسنين وما بتموتش يوم. قال لي ما تشغلش بالك انت بالحكايه، المهم انت هتبقى مبسوط ليه؟ قلت له طبعا هبقى مبسوط لك انت هتخش تعمل. احنا يعني في الدرب مش بنبقى زي العالم كده بنقعد نحزن على حد يموت، لا بنبقى فرحانين ان يبقى لينا سفير في السماء. فراح سال ابونا التاني قال لي وانت هتبقى مبسوط ليه؟ قال له طبعا زي ما قال ابوك لازم ابقى مبسوط لك جدا يعني. هل طب ممكن تقول له احنا النهارده؟ فقعدنا نقول شيخ مريم راح عمل ايديه زي الصليب وتنيح في سلام عاش في بساطه وتنيح ايضا في بساطه. وكان لغايه تاني يوم حاطينه في الكنيسه كان نايم مبتسم ما كانش عنده مشكله خالص في انه يطلع السما. ببساطة يا جماعة تودي السماء بسهولة، تخلي الناس تروح السماء بسهولة، أنا مش بكلمكم على الرهبان بس، وبرضه علمانيين، ناس علمانيين أنا شفتهم كانوا بسطة، بسطة في تفكيرهم، بسطة في طريقتهم، شوفوا إحنا لما واحد يجيله إنفلونزا ولا يتعب شوية، يقعد يقول لربنا ليه يا رب؟ ليه يا رب ده أنا بروح الكنيسة وبتعب وبخدمك وبنظف الكنيسة ولا بخدم في الكنيسة؟ أنا ما أنساش أبدا كان في بنت خادمة معانا وأنا كنت منبهر بخدمتها لأنها كانت مستعيد وبتخدم الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين خدمة ما لهاش نتيجة
ملهاش مثيل. و الخادمة دي كان عندها 24 سنة وجميلة جدا. بعدين سمعت انهم دخلوها المستشفى وقطعوا رجلها اليمين. فحزنت عليها جدا جدا. ورحت اكلمها وايه مش عاوز اضايقها خالص. قلت انا مش هتكلم خالص عشان ايه مش عاوز ابكي قدامها ولا حاجة. ففضلت قاعدة مستنية كده وما بعملش حاجة. قالت لي ايه اللي بتسموه ده؟ انت هتفضل يعني مبوظ ايديك؟ فانا قلت لها انا زعلان عشانك يعني. قالت لي ليه؟ مش قادر اكلمها ولا عشان اقطع رجلك. احسن يكون المعلومه غلط. ما كنتش اقطع رجلها ولا حاجه. فبقيت مش عارف اتكلم. فهي اذا حست بيا فقالت عشان بقطع رجلي يعني؟ قطعوها يا ابو. ف قلت لها قطعوها؟ قالت لي من فوق من الوسط. من ناحيه مصطفى يعني. فانا جسمي اشعر خالص وما ما قدرتش اتكلم. قالت لي هو ده اللي بتعالج يا دكتور؟ قلت لها طبعا. انت لسه صغيره؟ قالت لي بس اصل ترى ما تفهمش انت في البنات. من البنات هم بيقطعوا رجلين البنات اللي هم دول. قالت لي لا اصل احنا يا بنات لما حد يقول لنا يعني مش عارف ايه كان اسمها تفاحه رمانه فاكهه يعني. يا بنت يا تفاحه انت عينيك حلوه قوي اتبسط. لو جه حد يقول لي يا بنت يا رمانه انا معجب برجليكي قوي افرح قوي. فيسوع حبيب جاي بجي وقال لي يا بنت يا رمانه انا معجب برجليكي قوي. قلت له خدها يا يسوع بتاعتك انت اللي مديها لي خدها وانا فرحانه. ثم هي بتقول لي بقى انا فرحانه يا بنت سلمون ان يسوع حبيب جنبي اعجب بحته في جسمي. انا عمال اقول مش هتعجب بالرجل الثانيه وبالايدين وياخدني حته حته انا واخده. طبعا لما قالت لي كده انا ذهلت ان بساطه ايمانها وقد ايه هي متقبله حاجه كبيره في حياتها زي دي. وطبعا يسوع اعجب بيها كلها كمان بعدها شهر ولا حاجه وخدها كلها السماء. بس قد ايه شوف البساطة ممكن تخلي الواحد يبقى فرحان حتى في عز الألم وما يبقاش شايل الهم زي ما احنا بنشيل الهم كده. بساطة الإيمان ممكن تعمل معجزات زي ما قلت لكم. يمكن أنتوا سمعتوا من قيمة سنة آخر السنة اللي فاتت كده كان شاب من مصر الجديدة تقريبا راح الصعيد عشان يوعظ. فهو بيوعظ يظهر كان بيكلم الناس عن الخوف وقال لهم ما تخافوش من حاجه. انت عارفين في الصعيد في شياطين واعمال وكلام من ده. فقال لهم ما تخافوش من حاجه مفيش حاجه تخوفك خالص. ولو شفت حاجه بتخوفك قدامك ارشم الصليب وقول باسم يسوع المسيح اربطك. فالخوف اللي بيخوفك ده ما يقدرش يجي ناحيتك. الناس سمعت ورا واحد الساعه 6 كده ولا حاجه. الساعه 11 بالليل ابونا لقى واحده من الناس العواجيز قوي في البلد يجي 80 سنه عمالة دب 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 بتكسر الباب على أبونا. وأنا نص الليل مفيش حد بيمشي في الصعيد كده. فتح يا ست في إيه؟ قالت له هو فين الأستاذ؟ قصدها الشاب الصغير يعني. قال لها الأستاذ نايم. قالت له صحيح لازم يجي معايا للبيت دلوقتي. في مصيبة لازم يشوفها. فقال لها يا ست ما ينفعش الصبح. قالت له لا لازم دلوقتي لازم دلوقتي وقعدت إيه تقول لأبونا لازم دلوقتي. فقال لها طب طب راح مصح الشاب وراح معاه لغايه بيت الست العجوز. فالست دي وهي هناك لقيوا حاجه غريبه جدا. هي كانت نايمه ودخل حرامي سرق كل حاجه من البيت. وفتحت عينيها لقيته جوه الاوضه بتاعتها. فهي افتكرت العزه فقالت له باسم يسوع المسيح اربطك. اتربط. لا قدر يحرك رجل ولا ايد. خدت حاجتها قعدت تحطها كل حاجه في مكانها تاني والراجل واقف. بعدين قال لها يا ست خدتي كل حاجتك سيبيني بقى فكيني بقى عاوز امشي. قالت له حاجك علي هو اصل الاستاذ علمنا ازاي نرقص ما قالناش ازاي فانا هجيب لك الاستاذ يفكك. فقالت له لو سمحت يا استاذ فك الراجل الغلبان ده. فراح ابونا
وبص يعني الاستاذ والاستاذ بص لابونا وقالوا لنا الحقيقه ما حدش يقدر يفك غيرك، لان ببساطه ايمانك تقدر تفكه، قول له باسم يسوع المسيح افكك. فراح اتعمل كده، وفعلا الراجل قعد يقول القوه دي ان ست كبيره عندها 80 سنه انا ما قدرتش عليها ورمضتني الرب تاني. فقال له دي قوه يسوع المسيح، دي قوه الايمان بيسوع المسيح. عمال الايمان ده قوي جدا، بس لو استخدمنا فيه البساطة، لو إيمانه ببساطة هتلاقوا إيمان قوي. طب إزاي أقتنع ببساطة؟ لا، ما أبصش على حد، ما أبصش على حاجة، أبص على نفسي بس وأحاسب نفسي بس وأشوف علاقتي بربنا كل يوم أنا إيه؟ أنا فين من المسيح والمسيح فين مني؟ شوف مهما كنت، لو أنت وزير، لو أنت خادم كبير قوي ولا يفرق. اللي يفرق الحاجة الوحيدة أنت بسيط ولا لا، قلبك بسيط ولا لا، أنت بتقدر تتعامل مع الناس ببساطة. اللي يقول لك أنا آسف تسامحه على طول خلاص، كأنك مستني بس كده. البساطة دي بتخلي الناس تسامح بعض بسهولة وتغفر بسهولة، وما تبصش على الإساءة قوي وتفوت كتير قوي. والواحد يقول لنفسه دايما طب ما أنا بغلط ويسوع بيسامحني. فعشان كده احبائي اذا كنا عاوزين فعلا نتعلم، دايما نتعلم البساطه. والبساطه دي محتاجه صلاه، محتاجه جهاد، ان انا اطلب من ربنا ان هو يخليني بسيط علشان اقدر ادخل السماء. ان لم ترجعوا، ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا بعد شر عليكم كلكم. هندخل ملكوت السماء ازاي؟ ان احنا نبقى بسطاء. ليه ربنا بيخلينا ساعات كده نعجز قوي نكبر؟ عشان نتواسط، لأن الناس كل ما تكبر تلاقي في حاجات كتيرة فيها تموت. وعلى رأي المثل بيقولوا، كان حد بيقول لي أسعد أيام الزواج اللي هي بعد السبعين، عشان الاتنين ما بيسمعوش وبيبقوا فرحانين أوي ببعض. فأهم حاجة إن الواحد يبقى بسيط علشان يقدر يخش السماء ببساطة، ودي محتاجة ربنا يتدخل يدينا البساطه دي. تاني احنا كنا بنتكلم عن الاب والابناء، كنا ابونا عن ابونا ماكسيموس، كنا على ابونا ماكسيموس. لا لا لسه لسه العشر ابونا ماكسيموس، يعني ابونا ماكسيموس عايزه تانيه. بسم الله Do you understand anything? Okay. أبونا ماكسيموس اللي بيقول عليه أبونا إن الأبوات اللي كانوا عايشين في الجنة وكان ضرير ومشلول، وكان قاعد في القلاية ظهره ميزان كده. في القلاية بتاعته عبارة عن أوضتين، وهو تلاقيه بقى معصعص خالص خالص، يعني يمسك البيع لها، يعني تشوف كل عظم في التليك العظمي بتاعه كله بقى. وكان ابونا ده لما ابونا يسطس الانطوني كان يخش القلايه بتاعته، يطلع من القلايه بظهره كانه طالع من الهيكل. فيبقى ابونا ده ايه؟ عظيم قوي، قديس قوي، اكتر كمان من ابونا مكسيك، من ابونا يسطس يعني. بس طبعا ما حدش كان يعرف عنه حاجه. وانتم عارفين الدير في زمان في السبعينات ما كانش حد الناس الزوار ما كانوش كتير، كانوا قليلين قوي. فالمهم ابونا ماكسيموس ده الابهات الصعيد زي ما بقول لكم بسطة، هم بسطة خالص. فانا كل ما ازور الدير اسال عليهم بيقولوا ايه؟ احنا جبنا ابونا بخسموس النهارده من فوق الجبل. نعم؟ ده المفروض انه مشلول. فيقول طب وازاي طلع فوق الجبل؟ تلاقيه يبص لي كده مش وراني، مش عرفني يعني، حتى ما نفكروش الراجل ده طلع ازاي. جبنا ابونا بخساموس من الحصن، الحصن ده محدش يعرف يطلعه. طب ازاي طلع؟ مش وراني. فكله على كده، حتى مش بيحاولوا يفكروا. فالمهم انا قلت ايه؟ بالتاكيد ابونا ده قديس قوي انه يطلع كده هو مشلول. لا ده في حاجه انا كنت
كنت لسه علماني يعني، كنت بروح كتير. ففي مرة طول ال 16 كيلو، احنا كنا يا اما بنمشي من اول المدى 16 كيلو على رجلينا، او 50 كيلو من الزعفران لغايه الديره. فكنا شباب بقى، ما كانش فيه مشكله في المشي يعني، انما دلوقتي نجيب اخر كنيسه بالعافيه. فالمهم ايه، وانا ماشي في المره دي قعدت افكر، انا نظرت قلقت مرتين بس ما كلمتوش، كنت بخاف منه قوي، لانك تخش جوه القلق تحس ان ربنا حاضر في المكان، يعني في هيبه. ف المهم ايه، وانا ماشي في السكه قعدت اقول ليكون زي القديسه اناسيمون السائحه، فاكرها؟ اه، هي القديسه الهابيله. اقول تلاقيه مثلا ايه، لما الناس يكونوا مش موجودين بيوقف ويصلي والنور يضرب حواليه والملائكه تبقى حواليه ويبقى زي العين النار الصلاه طالعه كده. وقعدت افكر كده طول السكه، فقلت احسن حاجه ايه، انا نفسي اشوفه هو في النور ده. فكنا من طبيعتنا لما نمشي المدائح ولا بتاع نوصل العين الدير، اول حاجه نعملها نحط رجلينا في عين الميه تخف على طول. طبعا انت لما بتمشي 16 كيلو ولا 50 كيلو رجلك بتفقفق جامد يعني، تحطها في عين الميه سحر، تخف على طول. عشان كده احنا بعد كده، كنت انا بقى لما بقيت راهب اي حد يمشي اغسل له رجليه، اجيب له طبق ونغسل له رجليه علشان نخفف رجليه. فالمهم وانا راجع والدير كان فاضي ما فيهوش يعني حد بيمشي، لقيت قلايه المنى كانت مفتوحه، الباب مفتوح وهم اوضتين، وهو كان قاعد في الاوضه الداخليه دي ظهره للباب وشه للشباك. فانا عملت جريمه لا تغتفر، قلت ايه، انا مش عايز اخش من الباب لاحسن يكون الضي بيعمل قدام عينيه، انا احسن حاجه انط من الشباك. حد ينط من الشباك في الايفون دي جريمه، جريمه كبيره قوي في الدنيا، والمفروض اطرد عليها فورا. بس انا قلت ايه، هو انا ضرير مش هيشوفني يعني، مفيش حد في الشارع. فرحت نطت من الشباك ومشي على طريقتي في صوابعي علشان اشوفه هو منور، وابص عليه ولا منور ولا اي حاجه، وقعد نفس القعده، جالي احباط فظيع، فين المنور؟ فلقيته بيقول لي ايه، الحمد لله على السلامه يا والدي. قلت يبقى سمع رجليا زي بعض ما عرفنيش يعني. قال لي كويس يا ولدي، لما حطيت رجلك فعلا الميه خفت. قلت كل الشباب بيحطوا رجليهم فعلا الميه، فهو افتكر معاك الشباب. قلت اوكي. قال لي بس ليه يا ولدي تنط من الشباك من الباب مفتوح؟ يا نهار ابيض، جريت عليه وابوس ايدي ورجلي، اعمل معروف يا ابونا، ما تقولش الا ابونا ربيت وحقك عليا وما تزعلش مني، ارجوك يا ابونا. وايه؟ وعمال اتحايل عليه لان لو قال لي ربيت هيطردوني فورا يعني. فقال لي ولدي لا 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 لا، انا مش زعلان منك انك نطيت من الشباك، انا زعلان منك انك ماشي طول السكه المدق طول، اكسيبوس بيقف وينور والملائكه تبقى حواليك. و يا ولد يا راجل خاطر ومسكين، قلت له خاطر ومسكين وعرفت ده كله. المهم قد ايه هو، شوفوا الشفافيه بتاعته بقى، ان هو عايز. انا كنت بفكر في ايه؟ ثلاث ساعات، المشي ده بياخد ثلاث ساعات، فهو بيتكلم عن ثلاث ساعات على النت. وقال لي كويس يا ولد ان جيت، عشان انا اشكرك، انا نضفت لي القلايه مرتين قبل كده. وبعدين قال لي اصل المرة التانية هكون سافرت. فانا افتكرت انه يسافر تاني شريف عشان فيها حزبة الدين يعني، ساعات في الوقت الرمضاني العواجيز يقعدوا هناك علشان الدكاترة ياخدوا بالهم. فانا قلت له خلاص يا ابونا لما تسافر انا هاجي لك بعد اسبوعين. فقال لي هتجيلي يا ولد بس مش دلوقتي. قلت له لا لا لا، اسبوعين ثلاثة بالكثير. قال لي هنجي يا ولدي بس مش لا. هو طبعا كان قصده ان هو هيسافر السماء، وفعلا المرة اللي بعدين لما رحت لقيته فعلا كان سافر السماء.
فعجيبه هي الحكايه بتاعت الاديسين الجميله. تعرف هنا عمالها تقلي كده طيب قوي. يعني استحاله نقول عليه، يعني ما كانش ممكن نقول عليه يعني هو طيب، بس هو مخنا العادي يعني مش اديس قوي، لكن طيب، طيب قوي وبسيط. عشان كده بقول لكم البساطه حلوه. كان ابونا ده علاقتنا بيه، يعني علاقتي بيه طيبه وحلوه وكده، بس طبعا مره اقطعت راسي عيد، فانا فرحت قوي انه عيد عشان مش هيجي كتير واعمل اللي انا عاوزه. زي ما قلت صغيرين مش فاهم، لما يلاقوا اهلين مش موجوده يقول لك خلاص نعمل اللي احنا عاوزينه. انا قلت ايه فرصه اعمل اللي انا عاوزه. اللي انا كنت عاوزه ما كنت هموت اتوحد ابقى متوحد. فرحت ايه داخل في قلايتي وكاتب يافطه كبيره، حد شيخ يخبط عليا من باب مجرد ولا ينادي ولا يلبس الباب، انا متوحد. وطبعا عاوز ابقى قديم بسرعه، كنت لسه راجل جديد يعني مش ما بقاليش سنتين. وبقيت اصلي وفي كتاب اسمه ما يسحق السجاير ما سمعناش الشيخ اثنين كده، يعني الناس اللي كتبوها بعد 60 سنه توهم، انا خدت من الاخر على طول. عاوز ابقى قديس بسرعه. فانقط في بقي نقط ميه كل يوم، واعمل مطنيات ياما، واكسر واشتغل طول النهار شغل جامد جدا، تكسير في الحيطان بتاعت اللي زي ما بابا قال عليها وبتاع. وكنت قليل جدا عشت نجم. بعد شهرين ابونا ده دي خبط علي، عادي خبط خبط، انا مش عارف افتح ليه؟ لان متوحد. وكلمش هو كده خلينا اتكلم. فالمهم مع لجاجاته فتحت، خير يا ابني؟ قال لي بتقتل نفسك ليه يا ولدي؟ قلت له لا مش بقتل نفسي، زي الفل وصحيت زي الفل، حلو جدا. انا كان نفسي اقول له مالكش دعوه بيا انت مش رب اعترافي، بس كسبت لانه ابونا شايف بس محتاجني. فقال لي يا ولدي لا انت بتنور نفسك، وابوك انت مز عليا امرتنيس؟ قلت له امرتنيس ليه؟ مين قالك انه زعلان؟ قال لي امرتنيس ظهر لي ثلاث مرات عشان خاطرك، وبيقول لك اطلع من القلايه وخليك مع رمضان، وهيجي الوقت اللي هتتوحد فيه، بس دلوقتي ما تتوحدش، دلوقتي تطلع. كانش عاجبني الكلام، قعدت اقول له ابونا هو انت ظهر لك ثلاث مرات؟ قال لي اه. قلت له ما ظهرليش انا ليه طيب؟ قال لي انا مالي؟ يعني يظهر اللي هو عاوزه. هو بيقول لك اطلع وخلاص واسمع الكلام ودي رساله من ربنا ليك. قلت له بس انا كويس قوي يا ابونا وانا مبسوط وانا فرحان ومش عاوز اطلع ارجوك، ما فيش فايده. قلت له طب نصلي ثلاث ايام يا ابونا وبعد ثلاث ايام عاوز ربنا يديني رساله واضحه عشان اطلع من الليل. قال لي مش كفايه يا اخي اما قلت له الظهر؟ قلت له ظهرك انت ما ظهرليش انا. لكن لو ظهر لي ماشي، واحد من الملائكه ماشي، اي حاجه اي علامه بس علامه تكون واضحه ما يختلفش عليها اثنين. قال لي خلاص يا ولد هصوم معاك ونصلي. فعلا ثلاث ايام نصلي ونصوم، بعد ثلاث ايام ربنا اداني العلامه الواضحه. القلايه كلها وقعت عليا وكنت هموت وكسرت فوقيه وظهري اتبهدل وما كنتش قادر اقف، فشالوني حطوني في الاسعاف وعربيه نزلني مصر، وانا بيحطوني في العربيه اللي انزل بيها ابونا بيجري قال لي العلامه واضحه يا ولدي. لا واضح يا ابونا قال لي ما انت اللي طلبت يا ولدي كده. فهما طبعا ابونا ده كان بسيط قوي. تعدي الايام وكبرنا شويه وجيت انزل مصر اجيب حاجه للدير ورجعت كان ابونا تمام. فقالوا لي فقلت يا خساره كان نفسي اسلم عليه. ده سبته هو اخذنا كده. بنفتكر بقى ايه من المذبح، مكتوب على المذبح اسم الامر 40 يوم بنصلي له كده في الترحيم يعني. ف
بعدها اسبوع 10 ايام قاعد في اوضه الرباط ما عملتش. ادق بقى الرباط وبرد باطنك. لقيت ابونا داخل عليا. انا نسيت ان هو تنايح خالص، ما راحت من ذهني يعني. فاذا كان عامل لي ازاي صحتك؟ قال لي الحمد لله يا والدي. فانا ببص كده هو كله شمع يعني، احنا منورين شمع. قلت له ايه ده؟ انت وشك بقى ورد كده ليه؟ وبقيت صحتك حلوه يعني. قال لي ان شاء الله واخد بالي من صحتنا كويس قوي يا ولد. قلت له اه لا صحيح، انت بقيت بتاخد فيتامينات؟ قال لي اكتر بكتير من الفيتامينات كمان. فقلت له اه ايه ده وبعدين بطلت تدمع؟ انت لقيت قطره كويسه؟ ده اللي بدا معاك على الشغل ده. قال لي يا والدي يسوع بيمسح كل دمعة من عينيه. وانا مش فاهم برضه. قلت له بس انا عديت على قلبك وكان ضلمه. قال لي المسيح منور حياتي يا والدي خلاص. قلت له ايه ده انت بقيت روحاني قوي كده ليه؟ ايه اللي جرى لك؟ لا ده انت جامد اليومين دول وبتاع. المهم قعدت معاه وقعد يدعي شويه وجاي يمشي. فبقول له اول ما اخلص الاربان هاجي لك. قال لي هاجي يا ولد بس مش دلوقتي، زي ما انا مرسوم اصبر بس مش دلوقتي. قلت له لا بعدين بعد الاربان على طول. قال لي هاجي بس مش دلوقتي وسبت المشي. فانا ايه قعدت اكمل الاربان تاني. بعدين افتكرت الاربان قالوا لي انه طلع السما. ازاي طلع السما وكان قاعد معايا من شويه؟ لا في حاجه غلط. رحت طلعت اجري على ابونا والاباط حبايبي يعني دب 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 في عيني الراجل قام مظبوط. انتوا عارفين احنا بننام 4 ساعات بس، كنا في الوقت ده اللي هو بين 11 12 لغايه الساعه 3 4 الصبح عشان تسبح. فيعني ال4 ساعات دول بالنسبه لنا مهمين جدا، لو حد صحاب فيهم تبقى مشكله. فقعدت ادبدب على الراجل فتح قال لي حريقه، لان انا كنت بعمل حلقات كتير. قلت له المره دي مش حلقه. هو ابونا شنونا تنايع؟ قال لي انت مصحيني دلوقتي عشان تسالني السؤال ده؟ قلت له اه ده مهم جدا. هو تنايع ولا متنايع؟ قال لي تنايع طبعا، مش انا قلت لك؟ قلت له انت دفنته بنفسك. قال لي انا بايديك. قال لي ايوه انا اللي مدخله في الطفوس، الطفوس اللي هو المقبره يعني. قلت له هقول لك على حاجه بس ما تخضش يعني. قال لي ايه؟ قلت له انت وين دفنته حي؟ وهو هيك من الطفوس من شويه. قال لي ايه؟ ابونا اللي بتقعدنا بالليل كل يوم ده. قلت له صدقني ده كان قاعد معايا من شويه. قال لي ازاي؟ قلت له تعالى. قلت له الاربان بقى فيها ميزه يعني دي في كل حته. فالاثار بتاعتنا احنا مش بنخش شفشو، احنا بنخش برجلينا عشان المكان مقدس يعني. فباين مكان ادمي انا رجلي صغيره قوي. فقلت له ده اقدامي انا اثار اقدامي ودي امونا، ايه رايك؟ وكان قاعد هنا. قلت له كذا قال لي كذا، قلت له كذا قال لي كذا. فهو خد باله قال لي وانت ما خدتش بالك انه بيكلمك عن السبع؟ ان المسيح بيمسح كل دمع من عينيه وانه ماشي في النور على طول وان يسوع واخد باله من صحته. يا كله عن السبع، ما فيش حاجه عن هنا خالص. وبتقول له في الاخر اجي لك؟ قال لك هتجي بس مش دلوقتي. قلت له اه صحيح. يا رب كان على السماء. قال لي حرام عليك صحيح يا رب، ده انا ما بصدقك. والحقيقه حزنت على اني صحيت الراجل قوي. فالقديسين المرضى دول كانوا فعلا يعني عايشين في وسطينا عاديين. انتوا لما نطلع السماء فوق هتلاقوا في ناس في وسطيكم كده ما كنتوش تعرفوا خالص، وتلاقوهم لابسين اكاليم نورانيه كده وقديسين مجان. ويمكن انتوا كنتوا بتتريقوا عليهم ولا مش عاجبينكم ولا مش عاجبكم تصرفاتهم، لكن فوق هتعرفوا انهم فعلا قديسين. هم الرئيس بقى كنا بصريين. مش هحكي لك حاجه ثانيه بعدين. يا ابونا الرئيس ده كان اسمه ابونا بسخيرون الانطوني، وده كان رئيس دير امانتونس، وكان اب اعتراف ابونا يوسف انطوني واخوه فرهمان. بس هو بقى كاهن وكان
كان قديس الراجل ده يعني كمان تلاقي قاعد كده حاطط عينه في السقف قاعد على كرسي مع انه راجل كبير على كرسي العافي كده وانا حاطط كده عينه في السقف لا ما هوش اقل من يقول لك اقول له ربنا سر علي عن كمان ايوه ابني ايوه هو السر ده العنكبوت بيحب السر ده شيله شيله انضف العنكبوت بعديها بيومين اروح الاقي العنكبوت تاني يقول لنا لسه العنكبوت اه ما يبقى يا ابني معلش نضف ده معناه ايه؟ ان هو ما بيلمسش السرير ان هو راجل من راجل كبير مش بينام على السرير خالص قاعد على الكرسي على طول خش عليه الساعه 2 3 الصبح 5 الصبح تلاقي نفس الاعمال ما نامش في الدنيا لو مكان ينام فيه الا معجز قوي ما كانش بيقدر يمشي فكان ابونا الصغيرون ده لو اتكلم يبقى كويس ما بيعرفش يتكلم يعني حتى لو انت شفت فيلم ابونا يرقص هما جايبينه بيتهته شويه كده بس هو ما كانش بيتهته في الاول هو كان بيتهته في الاواخر لما عجز لكن كان معاه كلمه كده دايما يقول لي يا جدع انا قلت لك يا جدع اسمع كلامي يا جدع فابونا الرئيس ده ايه كان مره واقف في الدور التاني وانا بزور الاجانب فجت لي مجموعه ما بيعرفوش انجليزي خالص ولا عربي خالص بيتكلموا فرنساوي والفرنساوي بتاعي ما كانش يجيب قوي ان انا ازورهم يعني فواقف محتاس فهنا الرئيس من فوق قال لي مالك يا جدع واقف محتاس كده ليه؟ قلت له ابونا الرئيس بيتكلموا فرنساوي بس قال لي خلاص هنزل ازورهم يا ابونا الرئيس فرنساوي انا قلت ما سمعنيش قال لي خلاص يا جدع قلت لك انا زوار قلت له زوار ازاي بس ده العربي مكسر فالواحد يجي يقول اي حاجه يمكن ربنا بقى يفرج عليه ولا حاجه ابونا الرئيس نزل يتكلم فرنساوي كانه جاي من باريس امبارح عمال يرطل معاهم ويتكلم ويرطل وبيضحك معاهم بالفرنش أنا جاي الهول بحمل الهول على نفسنا مثقفين أبونا إزاي بيتكلم الكلام ده كله فهو لقاني واقف منبهر بيه أوي فاتضع تحت على طول وراح قال لي تعالى يعني قول لي المعلومات اللي بتقولوها علشان أنت عارف إن أنا ما أعرفش حاجة ما أعرفش حاجة إيه ما أنت اللي معلمنا يا أبونا الرئيس فالمهم رحت معاه عشان أنا كنت منبهر باللي هو بيعمله فضل يزوره بالفرنش ولما خلص خالص والناس مشيت مبسوطه جدا جدا كانوا بيضحكوا معايا وكله عادي جدا راح ايه وهو بعد ما مشي بقول له ابونا الرئيس وانت جالك لسان؟ قال لي ايه؟ قلت له لسان تكلم بالسنه يعني لسان من السنه تروح تقول تخليك تتكلم فرنساوي قال لي يا ابني تكلم بالسنه ده كان ايام الرسل دلوقتي نشكر الله او فرنساوي على قدي وخلاص قلت له لا مش على قدك ده فرنساوي كويس جدا جدا يعني ده اللي على قدي ده انا انما انت كويس وتتكلم كويس جدا يعني. انت عرفت الفرنساوي دي المهم من هنا لهنا قعدت ازن عليه لقيت ان هذا الرجل البسيط اللي هو لما تنيح لقينا عنده جلابيتين وغيارين رئيس اعظم دير في الدنيا اول دير في الدنيا امونتونيوس كان بيشتغل في المحاكم الفرنسية وكان البوزيشن بتاعه كبير قوي هناك عشان كده كان بيعرف فرنسا كويس لكن اقتنع ببساطة تعب قوي لغاية ما بقى بسيط وبقى زي اللي معاه واحسن منه كمان في بساطته بس دخلها بجهاد لأن مش ممكن يكون الثقافة اللي كانت عنده دي كلها وهو كان كده من بيتهم يعني وكان ابونا الرئيس ده في اواخر ايامه كنا بنزقه على ويلي تشير فكنا داخلين الاوقات كلهم يعني داخلين الكنيسه وفوتوه على امبي شابل وجايين بيتحركوا اتجاه من ناحيه الامونتنس الاسرائيلي راح قال استنى يا جماعه استنى الملكه قدامنا الملكه قدامكم اقف اقف كلنا وقفنا وهو ايه شايف العذراء وبيكلمها وقال لها ايوه ست عذراء ايوه ايوه دول ولادك غلابه قعد يكلمها عندنا مش عنه هو يعني
بيتحايل عليها استقبالها مننا. مالهم في اللي انت امهم، خدي بالك منهم واحد واحد. فيمكن حد من الابهات كده صغيرين قال يا عيني يخرف عنهم، ابتدى يخرف بقى يعني عشان تعبان قوي. بس اللي بيخرف ده قال حاجه غريبه قوي وهو بيكلمها، قال لها خلاص خلاص الساعه 5 ماشي، 5 ماشي كويس 5، وتنيح الساعه 5 زي ما العذراء قالت له بالظبط ان الساعه 5 هتنيح. فالعذراء جت تقول له امتى؟ تيجي تستقبل الروح. فالناس اللي قديسين دول مفيد عجب ومسافتهم فظيعه. يا رب نكون زيهم، يا رب نوصل كده للليفل بتاع البساطه ده، محتاج جهاز وصلاه. ربنا يبارك فيك. القدسك ليه تروح بنت في الانبار دي؟ ليه اخترت الدير ده؟ عشان كان بعيد قوي، عشان كان بعيد ومحدش بيروحه. وبعدين من اول زياره لي خطف عين، ولكن كده ابونا ماكسيموس الضرير ده وانا بسلم عليه قال لي يا ولد انت هتبقى معانا هنا في الدنيا. ابوك كان طنوس عازف. سمعت كنت في عين ساعتها بيني كان اربع حرف عاوز اخد البحر، وكان النقاش يعني انا هموت على ابو طنوس وهو بيقول لي روح ابو مار ومش عاوز اكثر كلام ومش عاوز اقطع. فقال لي نصلي نصلي، فجاه ابونا حط بقى المقطع المقطع الحروف وقال لي انا ابو كان طنوس عاوز اتكلم. نفسك حكيت لنا حاجة كده عن بساطته في البسخة. لا كان هو بسط البسط في كل حاجة يعني. لما ما تسجلش كنت بعدين. فايه رأيكم بقى؟ نمتوا مني ولا لسه؟ معاك معايا طبعا، ربنا يخليك معايا على طول. دول بقى القديسين اللي احنا عشنا معاهم حوالي من بيدينا ويديكم ان شاء الله. كان في حاجه عن لما دخل على ايقونه الانبا انطونيوس وكلمه. ده ابونا الرئيس، ابونا الرئيس انتوا عارفين ان احنا بنجي عزيز قوي مش كده؟ لما ايقونه تنزل زيت في ايقونه انت انطونيوس نزلت زيت. فراح قال له ابونا الرئيس، ابونا الرئيس الحكومه بتنزل زيت. انا بصراحه حاجه ما قلتوش حد، بس احنا تاني يوم نزل زيت اكتر، ابونا الرئيس نزل. قلت له يا ربي انجحها وما قلتوش حد، بس احنا تاني يوم الزيت كان بيخور. ابونا الرئيس الزيت مش عاوز يقف خالص. قال لي ده هو لسه بينزل زيت؟ ده بيتكلم على ابونا الرئيس. ده انا جاي بقى. قلنا ايه؟ نعم. فراح لغاية الأيقونة. أما طيب أنت ليه بتعمل كده؟ أنت غالي الناس تيجي وتكسر الدير عشان تاخد زيت؟ مش عاوزين إحنا الكلام ده خالص، عارفين إنك قديس، أنت أبونا كلنا. ممكن بقى لو سمحت تروح في الزيت؟ الزيت هو نازل واقف، كل خط إنه واقف في مكانه. إيش؟ أنا أمسح يا ابني أمسح، ما تقولش لحد. بكره بالنسبة له مش هي دي، مش هي دي اللي تبين قداسة الأمبرتونس والأمبرتونس قديس، ومش محتاجين زيت نعرف دي القداسة. أنا قلت لك هو المعجزة مش مهمة أوي، الإيمان هو اللي مهم أوي. هو فعلا كان عنده إيمان قوي. أنت عندنا الآباء كبار صعيدة يعني، لو قلت الواحد فيهم خلي بالك هنا في عقربه جنبك، عقربه سكوربيون يعني. يقول بس عقربه عقربه ده مش صرصار، ده عقربه. وما عملش كده فرقه فرق العقربه ولا كانها مره. واحد منهم كنت بنضف له قلاده وقعد في الارض، في بقول له انا ام الحته دي عشان عاوز انضفها يعني. قال لي ما اقدرش يا ولدي ما اقدرش. قلت له ليه؟ قال لي اصل عنا بيتدفى. قلت له مين اللي بيتدفى؟ راح رفع رجله وحته تعبان انا سيبه. قلت له خليك متدفى. ابقى اجي لك
ان شاء الله بعد ما سيبته يبقى اكمل بيت الالات. يعني انا مش عارف ايه احنا ما وصلناش للحاجات دي خالص. هما كانوا وسط قوي ووسطتهم كانت اميزنج وسط يعني. ما انا بعد ما ربنا الاباء السعيده الحلوين دول وقعنا فوق فرن. فرن عالي قوي في عالم السفلة كده. وقع براسه. فقلنا مات. نزلنا نجري كلنا. كان في الترابيزه اللي بنعمل عليها الخبز. الترابيزه دي عباره عن شجر جنب بعض كده، خشب شجر مش خشب، شجر جنب بعض يعني صغير. ف يعني قوي جدا. وتحت فيه خشبه كده، والارضيه اسمنت خفيف. ابونا براسه فتح جوه الخشبه كده جامد قوي قوي، عمل وكسر الخشبه تحت النار وعمل حفره في الاسمنت وقام يلعب راسه كده. طبعا احنا جرينا لقينا واقف. قال لي ايه؟ انت عامل ايه؟ انا مش لاقي المركوب. عامل ايه؟ مركوب؟ قلنا بص بص انت عملت ايه؟ بص على الترابيزه لقاها مقوره كده. قال لي انت انا اللي عملت ده كله؟ قلنا له اه. قلت طب ما تقولوش لسيدنا ولا يزعل على الترابيزه. نعم يعني هو ده اللي يزعل على سيدنا. فهم اميزنج يعني. انا كل ما افتكر البساطه بتاعتهم اقول يا خسارة احنا ما لحقناش حاجه من البساطه دي. يا رب يدينا بالكيان بقى نوصل للبساطه. احنا خدنا بركه كبيره النهارده اللي وصلنا معاك. احنا نشوفكم تاني ان شاء الله باذن الله. يا رب خليك وصلنا تاني.